بسم الله الرحمن الرحيم. I will discuss zinc polycarboxylate cement. This is the first cement that makes chemical bond with two structure. This introduced to density in the late of 1960. It combined the strength of zinc phosphate cement and the biocompatibility of zinc oxide genome. يعني هو يعني من مميزاته ان هو له قوه الزنك فوسفات سيمنت والبايو كومباتيبلتي للزنك اوكسيد جينوم. بايو كومباتيبلتي يعني ان هو نوت ايريتنت تو ذا بالب تيشو زي الزنك بس بتفهم الميكانيزم زي ما هشرحها دلوقتي. استعمالاته يوزد فور سيمنتيشن اوف كاست الوي بورسلين ريستوريشنز والاورثودونتيك باندز. بيستعمل ككافيتي لاينر وبيز اندر اذر ريستوريشنز. بيستعمل كتيمبر فيلينج ماتيريال. البرزنتيشن متوفر في السوق على ان تو فورمز، على صورتين اثنين، نوع كلاسيكي اللي هو بيجي على هيئه بودره وسائل اهو البودر والليكويد، والنوع الثاني اسمه ووتر سيتابل او انهيدرس فورم. الووتر سيتابل هو هو زي الكونفنشنال بس بياخدوا الليكويد ويجففوه وبعد كده يطحنوه ويضيفوه على البودره، ولما يجي يحتاج يشتغل منه يعمل بروبورشن، ياخد من البودره ويضيف عليها ديسترد ووتر. فانه نفس الكومبوزيشن بتاع التاني زي ما هنشوف دلوقتي. الانجريدينتس اهو بتاعت الزنك بوليكاربوكسيليت سيمنت باودر وليكويد. الباودر هو نفسه زي بتاع الزنك فوسفيت سيمنت، يعني هو المين رياكتنت زنك اوكسايد باودر زائد سيليكون دايوكسايد ده فيلر زائد مغنيزيوم اوكسايد عشان السنترنج وزائد بيزماس تراي اوكسايد عشان تو امبارت سموثنس، نفسه زي الزنك فوسفيت سيمنت. الباودر هي هي. الليكويد بتاع الزنك فوسفيت كان فوسفوليك اسيد وديستلد ووتر، هنا لا، بولي اكريليك اسيد او بولي كربوكسيليك اسيد، الاسمين واحد، هم سينونس يعني مرادفين، وبيبقوا نسبتهم من 30 ل 40% وبيضيف عليهم بقى ديستال ووتر عشان تعمل ايونيزيشن، وبيبقى في عندنا اذر اورجانيك اسيد زائد الليتاكونيك اسيد عشان يمنع الجيليشن ديوريك ستورج، يمنع الليكويد ان هو يحصل له جيليشن اثناء التخزين، وترتاريك اسيد عشان يعمل كنترول للسيتنج رياكشن، وفي صوديوم فوسفيت عشان تقلل الفيسكاستي بتاع البولي اسيد وتقلل السيتنج تايم. المانيبيوليشن هو بيجي على هيئه باودر اهو وليكويد. في الباودر بيتعاير، بيعمل له بروبورشن بسبون، والليكويد بدروبر قطاره هي، وبنعمل ميكس على واكس بيبر باد، ورق اللي هو زي ورق الزبده، وبستخدم الستانلس ستيل سباتولا واعمل ميكس. الميكس بتاع السيمنت عشان اعمل بيه سيمنتيشن او لوتينج لازم يبقى فلويدي، ولما اسحب الخلطه كده مع بالسباتولا يمشي وراها يعني لمسافه بوصه كده، بوصه بقى عامل لودنج اللي هي الكراونز بتاعت الريستوريشن بتاعي، واجي اعمل لها ايه سيتنج على الاباتمنت تيث في بق المريض واضغط يطلع الاكسس. لما يطلع الاكسس ما بشيلوش على طول، هو قبل ما يحصل له هاردنج، لان لو شلته هو عباره عن بوليمر. البوليمر هيبقى عامل زي عارفين اللبانه، لما امسك حته لبانه كده بين سناني واشدها تتسحب اللبانه من بين الاسنان، لا، يبقى هنا هتديني اوبن مارجن. طب اشيله امتى بتاع الزنك بوليكربوكسيليت؟ لما يحصل له هاردنج، شال هيئه فليكس كده زي الكورن فليكس، يتكسر الى كلين اند كلين كات وما يتسحبش، ما يحصلوش وزرول وما يدينيش اوبن مارجن. ادي الـ في المانيبيوليشن. السيتنج رياكشن الليكويد بتاعه عباره عن بولي اكريليك اسيد. بولي اكريليك اسيد يعني ايه؟ يعني بوليمر تشينز، وال الوركينج او الاكتف جروبس او الفانكشنال جروبس بتاعته عباره عن كربوكسيليت، ايون كربوكسيليت اهو، كربوكسيل ايون. طبعا لما بخلط البودره على السائل او السائل على البودره، البودره عباره عن زنك اوكسيد باودر اهو، زنك اوكسيد باودر، يقوم البولي اكريليك اسيد يعمل اتاك لسطح الزنك اوكسيد باودر ويعمل ريليز لزنك ايون، يطلع لنا زنك ايونات او ايونات زنك. ايون الزنك دايفيلنت يعني ثنائي التكافؤ، يجربط الاثنين كربوكسيل مع بعض يعمل لي كروس لينكينج. كروس لينكينج يعني يربط السلاسل ببعضها البعض، يحزمها فما يحصلهاش سليبنج، يبقى من الصعوبه انها تنزلق. ما هو كده عشان كده الفيسكاستي بيزيد لحد ما يحصل له هاردنج. هاردنج يعني ايه؟ يعني كل التشينز ديت
هي طبعا بتبقى بالملايين، مش كده، مش اتنين بس، احنا عاملين اتنين عشان يعني السمبليفيكيشن، عشان نعمل دياجرامات في البرزنتيشن. فلما كل السلاسل تتربط مع بعضيها خلاص ما يحصلش، ما تتزحلقش على بعضها، يحصل هاردنينج. الهارد زنك بوليكربوكسيليت بيبقى كورد ستراكشر، ماتريكس من الزنك بوليكربوكسيليت، وبيبقى فيها ان رياكتد زنك اوكسايد باودر في داخلها. ادي السيتنج رياكشن، والرسمه ديت حلوه قوي، بتضرب عصفورين بحجر، يعني بترسم لك، بتوضح لك عمليه السيتنج رياكشن بتاع الزنك اوكسايد، وهو بيحصل له سيتنج، بيلتصق للانامل والدنتين بالكالسيوم اللي فيهم والهيدروجين اللي فيهم بنفس الميكانيزم زي السيتنج بالظبط. ايونات كالسيوم في الانامل وفي الدنتين كهيدروكس ابطايت يعني، يجي الكالسيوم دايفيلنت يربط الاثنين كاربوكسيل جروبس، يقوم يلزق الحشوه بالسمنه برابطه ايونيه كيميكال يعني، وهيدروجين بوند مع الاورجانيك كونستيتوينت برضه بتاع الانامل والدنتين، وهو بيتصلب. طبعا الميكس بتاعي ببدا اعمل له ابلكيشن وانا بخلط، طول ما هو له جلوس ابيرنس اشتغل حبا وكرامه. يعني ايه جلوس ابيرنس؟ يعني له بريق، يعني اشوف صوره كده للايه، لللمبه اللي فوق، او اذا كان في مروحه فوق اشوف صوره. ده معناها ان لسه في ستيل فري كربوكسيل جروب تو بوند وسط استراكشر، انما لو انا سبته وتحول الى دال ابيرنس، يعني فقد الجلوس ابيرنس، يبقى معناها ان معظم الكربوكسيل جروب استهلكت وربطت مع الزنك اللي هو طالع من الزنك اوكسيد باودر واستهلكت، فبيجي يربط في السن ما يبقاش فيه فري كربوكسيل جروب، ما يربطش، ما يبقاش فيه كيميكال بوند. يبقى طول ما الخلطه بتاعتي لها جلوس ابيرنس يبقى هي سيوتبل فور بوندنج ويز تو ستراكشر. الوركينج والسيتنج تايم هو طبعا يعني اي ماست فولو ذا مانيفاكتشر دايركشن، لازم اتبع تعليمات الصانع عشان احصل على الاوبتيمال بروبرز. هتقول لك يا عم انا بشتغل كده اللهوي وبتيجي نتائج حلوه، انت حظك بختك يا ابو بخيت. لو انت اشتغلت ووافقت الوركينج والسيتنج تايم بتاع المانيفاكشر حبا وكرامه هيطلع لك الاوبتيمال بروبرز، ما طلعتش بقى، انما لو تتبعتها مشيتها ونفذتها هتحصل على الاوبتيمال بروبرز. يبقى هو له شورتر وركينج تايم عن الزنك في السيمنت. لما اخفض درجه الحراره بتاعت الجلاس لاب، اخلط على جلاس لاب، هيزود الوركينج تايم. بس هو عيبه لما ببرد الجلاس لاب الفسكاستي بتاع اللب بتاع الزيت ما بيبقاش ورك، مش هقدر اعرف اخلط كويس. يبقى احسن ان انا ابرد البودره بس، علبه البودره اكون حاططها في الثلاجه واخدها واحط منها على الجلاس لاب واحط من الليكويد اللي هو محطوط بره واخلط معاهم. طيب الميكانيكال بروبرتس بتاع الزنك بوليكربوكسيليت، هو لها كومبريسيف سترينث اقل من الزنك فوسفيت، التنسال السنس بتاعته اعلى من الايه، الزنك فوسفيت سيمنت. السولوبيلتي بتاعته هو له لو سولوبيلتي في الماء عن الزنك فوسفيت. الانتي كاريوجينيستي ملوش انتي كاريوجينيك افكت لانه ما فيهوش فلورين زي الجلاس انوفر اللي احنا هناخده بعد كده، في هعمله لكم فيديو تاني. طيب البوندنج تو ستراكشر دي ميزه خطيره فيه كده، احنا هنقول ان فيه تو ماتيريالز، مادتين اتنين في طب الاسنان هم اللي بيعملوا كيميكال بوند مع توسترش، يعملوا كده زي الحلقتين في ودنك، حلقه في الودن اليمين وحلقه في الودن الشمال، واحد الزنك بوليكربوكسيليت والتاني الجلاس اينومر، هم اولاد عم نتيجه وجود الكربوكسيل اللي هو البولي اكريليك اسيد فيهم، فبيعملوا كيميكال بوند مع الانامل والدنتين، بيعملوا ربطه ايونيه مع الكالسيوم، وبيعملوا ربطه برضه مع الهيدروجين نفس الشيء اهوت اللي هو موجود في الاورجانيك ماتريكس. طيب الربط بتاع الزنك بوليكربوكسيلين في الانامل اقوى من الدنتين ليه؟ طبعا ده شيء منطقي لان الانامل فيه مور انورجانيك سولت، يعني فيه كالسيوم وفوسفورس اكتر، وهو مور هوموجينس والتركيب بتاعه متجانس، فيبقى البوند للانامل اقوى من الدنتين. طيب لما بشيل يعني وانا بعمل كافيتي بريبريشن، بعمل حفر، يبقى ادي الانامل، ادي الكافيتي وول اهوت الحفره الجدار بتاع الدم ده، زي بالظبط زي الجماعه اللي بيجوا ايه في مع رصف الطرق، لما بيعملوا اعاده رصف وبيشيلوا طبقه من الاسفلت القديم بيتبقى فيه بعض التربه كده او الفتات من التربه من الاسمنت القديم، لازم ينفخها، بيجيب
خرطوم بيطلع هواء وايه ويبدا ايه ينفخ الايه يعني ينظف الترابه دي. احنا برضو بعد ما بنعمل كافيتي بريبريشن بيترسب بعض الفتات اللي بيطلع من الانامل والدنتين وحتى البير بيتسحل برضه ويطلع منه الفتات ده بيسموه سمير لير. فالسمير لير دي لو سبتها هتبقى البوند للانامل والدنتين اضعف، فبنشيلها ببول اكريليك اسيد 10% من البول اكريليك التخفيف يعني، واحطه ويشيل الايه او اعمل اسيد اتشنج على الانامل بالفوسفوريك اسيد وعلى الدنتين بالبول اكريليك اسيد عشان يبقى مور كومباتبل يعني ما يعملش اريتيشن. الفوسفوريك اسيد على الدنتين بيبقى ايرتن فهيديني ايه البوند تبقى اقوى لو عملت ايه ريموفال للسمير لير. طيب البوندنج للستريشنز بقى هو بيلزق كويس في السيل ستيل في الامالجام في الكوبالت كروميوم والاذر بيز ميتال الويز. للجولد في الاسكاس كنت يعني اطلع انلاي من الجولد مصبوبه لسه بيبقى سطحها عليه كونتامينيشن فما بيلزقش كويس، فلازم تعمل ايه ريموفال للكونتامينيشن اللي على الانتياجو وانتياجليو سيرفيس بتاع الانلاي او الاونلاي او الانتياجليو بتاع الكراون من جوه من الجولد، بتعمل له ساند بلاستنج او تشيلها بمجرد تعمل لها جرايندنج مش بستون يعني، بس ما تشيلش من الستون جامد عشان ما تزودش الايه الثيكنس بتاع السيمتي بعد كده يعني يبقى سميك ويضعف البوند. او اعمل تين بليدنج على الانتاجليو سيرفيس يعني ارسب تن على سطح الذهب اللي هو السطح اللاصق اللي هو الانتياجلو سيرفس. فالتن بيبقى ايزلي اوكسيدايز يدينا تن اوكسايد، التن اوكسايد يعمل لي كيميكال بوند مع الزنك بوليكربوكسيلين. مع البورسل لا يلتصق كيميائيا خالص، يلتصق ميكانيكيا بقى مع البورسل. طيب الباي كومباتيبلتي يعني هل هو ايرتنت على البلب تيشر؟ لا، احنا كنا اتكلمنا على الباي كومباتيبلتي بتاع الزنك فوسفيت قلنا ان هو ايرتنت نتيجه ان هو اسيدك والاسيد، وقلنا لما في الديب كافيتي في حالات الديب كافيتيز في الزنك بوليكربوكسيل ما اقدرش احطه على طول على الدنتين كده في الديب كافيتي لان هيعمل اريتيشن للبلب ممكن يعمل لي بلب نكروز. طب اعمل ايه هنا بقى في الزنك فوسفيت؟ كنت بحط طبقه من الزنك بتاع من الكالسيوم هيدروكسيد ماده الكلاين تعزل لي تعمل لي كيميكال انسوليشن تو ذا بلب اجينست الاريتيشن بتاع الزنك فوسفيت. طب الزنك بوليكربوكسيلات بقى على الرغم ان هو مور اسيدك لان البي اتش بتاعته 1.7 من 10 مقارنه بالبي اتش بتاعت الزنك بوليكربوكسيلات اللي هي 2، ولكن بط زنك بوليكربوكسيلات از مور باي كومباتبل ذان ذا زنك فوسفيت لاربع اسباب. الانترنسيك توكسيستي بتاع الزنك بوليكربوكسيلات اقل من الانترنسيك توكسيستي بتاع الزنك فوسفيت. نمره 2 المولكولار ويت بتاع الزنك بوليكربوكسيلات اكبر من المولكولار ويت بتاع الزنك فوسفيت يعني بتاع الفوسفوريك اسيد المولكولار ويت بتاعه صغير، انما المولكولار ويت بتاع البولي اكريسيت كبير، فبالتالي يعمل لي بلوكينج للدنتين تبيول فالاسيد ما يوصلش للبلب في حاله الايه البوليكربوكسيلات سيمن. بعد كده هو كمان ان الاسيديتي بتاعت البولي اكريليك اسيد بتتعادل بسرعه يبقى اتريتشز نيوتراليتي فيري فاستر ذان ذات اوف زنك فوسفيت. زنك فوسفيت بياخد 24 ساعه انما الزنك بتاع ده بوليكربوكسيلات بيحصل له نيوتراليزيشن في فيو مينتس. بعد كده اخر حاجه ان الموفمنت بتاع الفلويدز في الدنتين تبيول بتبقى قليله قوي مع الزنك بوليكربوكسيلات عنها مع الزنك فوسفيت، لان الزنك بوليكربوكسيلات بيعمل كيميكال بوند وبيعمل بلوكينج للدنتين فمفيش بقى ايه ضغط اسموزي بيزيد ويقل فيحرك لي الفلويد داخل اللي بتعمل لي الايه البين في حاله الزنك فوسفيت. ففي الزنك بوليكربوكسيل ما بحتاجش اعمل سبيز، انما في الزنك فوسفيت لو الكافيتي دين لازم اعمل سبيز من الكالسيوم هيدروكسيد. شكرا واشكركم، وده الرابط واللينك بتاع ماي يوتيوب شانل اللي هو رابط القناة بتاعتي، اعمل له كوبي هنا وبيست على محرك البحث في اليوتيوب هتتفرج على فيديوهات 67 فيديو لحد الآن. طب اعمل لايك وشير للي يعجبكم، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.